اونفان ستاربكس في وهران واللي راه متواجد في الصديقيه حتى السبيطار تاع بوان ديجون. دخلنا الداخل وقال لك هذه سي لا فري فرانشيز تاع ستاربكس وما بغاوش يعلموا الناس بلا دات دوبيرتور خوفا من الفوضى اللي كانت غادي تصرا. وبوغ لا ديكوراسيون سامبل وفي لي نورم تاع ستاربكس العالمي. المهم حنا ضربنا فيها واحد فرابوتشينو دوبل شوكولا ومع ان كيك. صراحه البنا كانت غير كيما تاع الخارج. وبالنسبه للاسعار بيان سور غالي كيما كاع لي ستاربكس اللي كاينين في العالم. في الاخير ما علينا غير نطلبوا لهم التوفيق وان شاء الله هاد لاشين تزيد تتوسع في الجزائر. كل يوم ماني واحد الستاربكس اللي حال في ولايه وهران اللي كاع الناس راهم يهضروا عليه. واش كاين سي قرانا اكثر من ساعه باش في التالي يقولوا لنا بلي كلشي كمل ما غاديش يدوا لا كوموند تاعنا. خرجنا بعد ساعه بلا ما نشرو اي حاجه. هذه هي التجربه تاعي اللي كانت في ستاربكس اللي حال في وهران اللي كاع الناس راهم يسقسوا اذا كان صح ستاربكس ولا اون كوبي. واول حاجه لاحظناها كي دخلنا سي كلشي كيما تاع الخارج لو منيو الكيسان لي ماشي لي روسيت. وبالنسبه للمنيو لقاوه في لافان تاع الفيديو. حنا اول ما دخلنا لقينا بزاف ناس ولاشين كانت طويله. وبعد 50 دقيقه من الانتظار قالنا بلي كلشي كمل وبلعوا كلشي. ومالوغوزمون قرعنا ساعة على باطل والناس كاع اللي كانت ورانا كاع خرجت. هذه هي التجربة تاعي في ستاربكس. اللي منكم عنده المعلومات يقول لنا إذا سير بغي ستاربكس واللي جربها يعني أنا رايح لكم عطيب ابن إيلس يستاهل هذا الدجن يعطيب. الجزائريون حائرون يفكرون ويتساءلون كيف افتتح فرعون لمقاهي ستاربكس في وهران بالجزائر؟ هل هو أحد فروع ستاربكس الحقيقية فعلاً؟ أم أنه منتحل للصفة وللعلامة المعروفة؟ تفاجأ الجزائريون بمنشورات وفيديوهات عن مقهى ستاربكس في وهران يحمل الشعار أو العلامة التجارية المعروفة عالمياً. هو نفسه بألوانه الأخضر والأبيض والديكورات الخشبية والواجهات والنوافذ الزجاجية وأيضاً الأكواب وقائمة المشروبات والحلويات من الكوكيز والبراونيز وغيرها. العاملون والعاملات داخل المقهى يرتدون مريول ستاربكس الأخضر بشعاره المعروف. والمقهى لديه كل ما يدل على أنه مقهى ستاربكس الأصلي، وهو ما دفع الكثيرين للتوافد إليه. ولم يكتفي الجزائريون بزيارة المقهى الجديد أو مقهى الجديد لستاربكس، بل أرادوا رصد فروع المقهى الأم لستاربكس الحقيقي. فبحثوا وفتشوا في الموقع الرسمي للامتياز الأمريكي على الإنترنت، ولكن لم يجدوا أي ذكر لمقهى ستاربكس في الجزائر. طبعاً جماعة المحتوى على تيك توك وإنستغرام أيضاً بدورهم توجهوا إلى المقهى علهم يتذوقون طعم القهوة التي يعرفها بعضهم من زياراتهم للبلدان الأخرى. هنا تشرح مؤثرة تدعى أمنية كيف أنها وجدت المقهى يشبه أي مقهى لستاربكس في العالم بالعلامة التجارية والقهوة نفسها وأيضاً الحلويات والديكورات وكل شيء. فاحتار الجزائريون. على مواقع التواصل تساءل البعض عما إذا كان افتتاح ستاربكس في وهران الجزائر قد حدث فعلا. محمد يقول حاجة مليحة والله خاصة اليد العاملة، إن شاء الله يسهلوا لكل الشركات العالمية. أما صالحي منصور فيقول يجب تنوير الشعب والمقاطعة التامة حتى تغلق وإجراء تحقيق في وزارة التجارة. آدم لديه رأي يقول القهوة المثلجة هذه أصلها جزائري. أما عباس فيقول الشركات الأمريكية معروف عنها تطلبها وأنه أصعب التعامل معها، وهذا ما جعلنا لا نرى شركات إطعام سريع كبرى تفتح فروعا في بلادنا مثل ماكدونالدز وكنتاكي بينما تتواجد في بلدان جارة. حتى الشركات الأمريكية المختصة في مجال الخدمات النفطية لا تنجذب للاستثمار في الجزائر رغم أننا بلد نفطي إلا بامتيازات خاصة. فما بالك ستمنح رخصة لفتح فرع لستاربكس؟ محمد أخيرا يعلق وأيضا يقول أنا صراحة لا أعلم شيئا عن القضية ولم أسمع بها، أول مرة نعرف أن هناك ستاربكس في وهران لأنه هذا الشركات مستحيل يكون عندهم اعتماد في الجزائر لحد هذه اللحظة. مشاهدينا أيضا في تريندينج تساءلنا إذا كان المقهى أحد فروع ستاربكس فعلا، فاتصلنا بالمقهى ذاته في وهران ولكن لم نتلقى ردا.
لذلك تواصلنا مع مقر ستاربكس الرئيس في لندن والمسؤول عن أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وتلقينا ردا منهم باسم الشركة يقول إن ستاربكس لم تفتتح فرعا لها في وهران بالجزائر. وهذه طبعا ليست المرة الأولى التي يفتتح فيها مقهى زائف لستاربكس ببلد عربي، بل في أواخر العام الماضي انتشر خبر افتتاح مقهى ستاربكس في العراق، ليتضح فيما بعد أن المقهى مزيف، وقامت الشركة الأصلية برفع دعوى قضائية لإغلاقه.